ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف الدكتور ميكولا باستون الأكاديمي والباحث السياسي الخبير أيضا في العلاقات الدولية. نرحب بك معنا في هذه الساعة على القاهرة الإخبارية دكتور ميكولا. ما زال إذن الدعم يقدم لأوكرانيا في صورة مساعدات مالية أو لوجستية من قبل الاتحاد الأوروبي أو من قبل اجتماعات دولية كما نتابع كنا في مؤتمر باريس، لكن هل كل هذا الدعم كافي في ظل هذه الهجمة الشرسة على البنى التحتية في أوكرانيا دكتور ميكولا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. يمكن القول أن هذا الدعم كاف من جانب واحد، بمعنى أن رغم ومع كل هذه الهجمات والضربات الصاروخية على البنية التحتية ونظام الكهرباء، نحن يوجد لدينا كهرباء وأنا بفضل ذلك أستطيع أن أنضم إليكم الحمد لله، ولكن من ناحية أخرى لا يكفي لأن أوكرانيا تعاني كثيرا من نقص ومن هجز الطاقة الكهرباء، ويتم انقطاع الكهرباء كل يوم في الحالة تختلف في مناطق مختلفة، وأحيانا في بعض المناطق في بعض المدن والقرى يوجد الكهرباء لمدة عدة ساعات في اليوم فقط، أحيانا ينقطعه لمدة عدة ساعات. وأيضا التدفئة والمياه والغاز، كل هذه الخدمات تعتمد على تيار الكهرباء، وبالتالي أوكرانيا تحتاج إلى كثير من المساعدات الجديدة، أولا لترميم ولإصلاح نظام الطاقة، وثانيا للدفاع عن السماء الأوكرانية، وقبل كل شيء منظومات الدفاع الجوي. طيب ما الجدوى إذن دكتور ميكولا، طالما بأنه شكل الدعم وحجم الدعم المقدم لأوكرانيا الآن غير كافي، يعني ما الجدوى من كل هذا الدعم اللي يقدم، وبالمناسبة هو أرهق جدا الحلفاء الأوروبيين؟ يعني معنى هذا الدعم أن الأوكرانيون يستطيعون معايشة هذه الظروف القاسية، والآن فصل الشتاء بدأ فقط وليس البرد شديدا جدا، في الشهور القادمة في يناير وفي فبراير ستكون هناك برد ربما 15 أو 20 أو أحيانا 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي تلك الظروف يجب أن يعايش الناس ولا يموت في ظل يعني عن انعدام الكهرباء والتدفئة. التدفئة والمياه شيء مهم جدا، ونحن في بداية هذه المرحلة الصعبة فقط. طالما يعني الدعم والمساعدات ربما تكون غير كافية، هل أيضا ينسحب هذا الأمر على تطبيق العقوبات؟ يعني المستشار الألماني أولاف شولتز يكثف إذا حسب ما صرح به من حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، هل هي أيضا كافية أو لا دكتور ميكولا؟ أعتقد أن العقوبات الكافية هي العقوبات التي ستجعل موسكو غير قادرة على شن هذه الحرب، وكل هذه العقوبات الحزمات الجديدة هي تزيد تضعف النظام في موسكو وتضعف الضربات التي تشنها موسكو على أوكرانيا على الأهداف المدنية. ونحن نرى أن مخزونات الصواريخ أيضا على وشك الانتهاء، لم تنتهي بعد للأسف، ولكن الضربات المكثفة لا تتكرر كل أسبوع كما كان سابقا، هذا يعني أن هذه العقوبات تعمل وتنفع، وهي تجعل روسيا غير قادرة على إنتاج كميات كبيرة من الأسلحة الجديدة. لكنها أعلنت يعني بشكل مختصر، هي أعلنت مؤخرا بأنها ستعمل في الفترة الأخيرة على تكثيف صناعاتها في الأسلحة الثقيلة دكتور ميكولا، وبالتالي الأمر واضح بأنه لم يردعها.
نعم، هي ستحاول تكثيف الإنتاج الصناعة الحربية، وهذا يعني أننا نحتاج إلى تكثيف العقوبات التي ستجعلها غير قادرة على ذلك. أشكرك جزيلا لكل هذه الإيضاحات. كنت معنا عبر سكايب من العاصمة الأوكرانية كييف دكتور ميكولا باستون، الأكاديمي والباحث السياسي الخبير أيضا في العلاقات الدولية. شكرا لك دكتور.